تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن جلالة عاهل البلاد المعظم وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، دشنت اللجنة الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة شحنة المساعدات البحرينية الأولى إلى أهالي غزة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن تدشين هذه الشحنة يعد تجسيدا لاهتمام ودعم جلالة الملك المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومبادرات جلالته الإنسانية تجاه الأشقاء، والتي تعكس الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني الشقيق. معربا سموه عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام جلالة الملك المعظم، مؤكدا تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالته. كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تقديم كامل الدعم في مختلف الحملات. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب. إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، واستمرارا لجهودها الإغاثية والإنسانية الوطنية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، دشنت اللجنة الوطنية لدعم غزة برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، دشنت شحنة المساعدات البحرينية الأولى من مطار البحرين الدولي، والتي احتوت على 40 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية الضرورية لأهالي القطاع، لتكون المملكة من أوائل الدول التي تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. الحمد لله اليوم تشوفون على الأرض الواقع هالمواد، وهي جزء من المواد، لأن المواد الطبية لا زالت في المخازن، والمواد التي تحتاج التبريد بعد بالليل نحمل الطائرة الموجودة هنا. نشكر سيدي جلالة الملك على دعمه للعمل الإنساني لوقفته لغزة. نشكر سمو ولي العهد، نشكر سمو الشيخ ناصر لدعمه ولقيادته، أشكر أعضاء الجمعية اللي معي، أشكر أهل البحرين، وأطمنكم إن احنا في خلال أقل من 72 ساعة تحركنا علشان نوصل فلوسكم وتبرعاتكم لأهل غزة. احنا طبعا نطلع بأول شحنة، هي كلها تقريبا 75% أدوية ومستلزمات طبية، وهذه المطلوب حاليا كبداية. وبالنسبة حق الاستمرارية أكيد أنها موجودة، ناخذها احنا أمور إيش اللي هم محتاجينها، الأولوية شنهي، ونعرف أن هي الأدوية والمستلزمات الطبية، حاضنات الأطفال هم اللي هم بحاجتها اليوم، حليب الأطفال، تكثيف حليب الأطفال، هذه هم اللي بحاجتها ككارثة موجودة. لن تكون هذه الشحنة هي الأخيرة، بل تعد باكورة الدعم الإغاثي البحريني للأشقاء في غزة، حيث تعمل اللجنة الوطنية بالتنسيق مع المسؤولين الفلسطينيين على حصر الاحتياجات الغذائية والطبية وتجهيز الشحنات التالية لتواكب متطلبات واحتياجات الأشقاء هناك. أتكلم عن شحنة عبارة عن من الأشياء الاستهلاكية، إضافة إلى وهي المهمة عبارة عن المستلزمات الطبية، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع رئيسية، فيها أدوية، والأدوية عبارة عن تستخدم حق إنقاذ الحياة، أدوية مثل المضادات الحيوية والأشياء الرئيسية اللي طلبت من أشقائنا وإخواننا في 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 من أهل غزة. كذلك في هذه في الشحنة تحوي على صنف ثاني غير مثل السوائل الطبية اللي تستخدم عند عوارض الحوادث بعيد الشر وما تعرضوا لهم الآن من كوارث، فيحتاجون إلى السوائل الطبية، إضافة إلى الأجهزة الطبية الرئيسية والمستلزمات الجراحية. هذه الدفعة الأولى، وإحنا لينا اليوم وجودنا لي للإشراف على ما تم جمعه من خلال الحملة، والتنسيق طبعا مع كل الجهات المعنية من وزارة الخارجية ووزارة الصحة، لأن المواد اللي بنرسلها فيها أدوية هامة حسب قوائم تينا من وزارة الصحة الفلسطينية، قوائم عاجلة الإغاثة، وطبعا جزء كبير منها هو الأدوية،
ومواد الغاثة فيها بعد أكل ومواد غذائية. فيعني هذه اليوم حرص من عندنا، إحنا مو نرسل الأمور لكن الواجب الحرص إن إحنا نشرف على إن فعلا كل شيء حسب ما تم الترتيب له. توجيهات مستمرة وحرص كبير أبدته مملكة البحرين ولا تزال لتقديم الدعم والغوث للأشقاء الفلسطينيين المدنيين المتضررين جراء الحرب في غزة، وهو ما يعكس موقف البحرين الداعم لهم في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة. ها هي الدفعة الأولى من الشحنات الإغاثية التي تنظمها مملكة البحرين لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، تستعد للوصول إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة. تحتوي هذه الشحنة على العديد من المواد الغذائية والمواد الطبية لإغاثة الأشقاء في هذه الظروف الصعبة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.